حسن نصر الله بده يطلع يزقزق اسرائيل واولادنا بدهم يدفعوا الثمن بعد ما شفي اولادنا من انفجار 4 آب. عم نحط دم قلبنا على اولادنا لحتى نرجع نعالجهم ونرجع نحسن لهم نفسيتهم ونرجع نعيدهم على الحياة الطبيعية. بدها تطلع اسرائيل ترجع الصدمة والهستيريا للاولاد. ليه؟ لانه السيد حسن بده يستفزها. كرمال مين؟ كرمال ايران. عندك 100,000 صاروخ و100,000 مقاتل، افتح الحرب عليها، يا بتخلص منا وبنرتاح، يا بنخلص منك وبنرتاح. 4,200,000 بالشهر انا بحط على اولادي بين حكيم نفساني وسيكوماتريسيان وما بعرف شو من بعد انفجار 4 آب، وهلا رجعوا مثل من نقطة الصفر، كرمال مين؟ كرمال السيد حسن بدهم يوضي لهم شقفة خردة على اسرائيل. وليك اسرائيل شو طلعت عملت؟ كسدرت بكل لبنان وما حدا بيوقفها وما حدا بيضرب عليها لا مضادات ولا حدا عنده سياده وكرامه لهالبلد، ونحن بدنا ندفع الثمن. وما في ابن مره بلبنان بعد عم بيحط له حد لهالانسان. نفس الصريخ اللي سمعته ب4 آب بالولاد بالمنطقه وبالبنايه اليوم سمعته كرمال مين؟ فينا نفهم كرمال مين؟ عندك 100,000 صاروخ رصاصة ما بتقوص على اسرائيل، بتروح بتقتل بسوريا وبليبيا وبالعراق وباليمن وبالسعودية وبتقتل اخواتك الاسلام والسنة والعرب. ضد مين انت؟ انت ضد العرب وضد الاسلام والسنة تحديدا. ما بقى تطلع تكذب علينا.